عرض عليك المشاركة في معظم أجزاء باب الحارة لكنك رفضت. برأيك أسوأ ما في باب الحارة كمسلسل النص أم الإخراج؟ المسلسل كله، كل المسلسل كله مسلسل. مع احترامي لكل الناس اشتغلته، بس أنا فعلا مثل ما عم تحكي كان دائما ينعرض علي حتى مؤخرا. بعتذر، أحيانا بتحجج بموضوع مادي، أحيانا بتحجج بكذا، بس بشكل عام أنا برفض إني أكون موجود. يعني فيني اشتغل مسلسل كوميدي بجوز تحسه تافه يعني مسلي، بقبل اشتغله، ولا اشتغل مسلسل شيء له علاقة تخلف يعني كامل.